ارسال قوه الجهراء للجبهه السوريه على هضبه المرتفعات السوريه جولان، بدات حقيقه في تحرك برئاسه الشيخ مبارك عبد الله الجابر الى بيروت، ومن ثم الدخول الى سوريا مع بدء الاشتباكات، والتقائنا مع القيادات السياسية السورية والعسكرية لمعرفة الموقف. مجرد عودتنا للكويت مرة ثانية صار اجتماع عسكري برئاسة الشيخ مبارك عبد الجابر، تداولنا في شنو أهم متطلبات المساعدات السورية، فوجدنا كل ما يتعلق بالقتال ضد الدروع، وتم إرسال أعتقد ما يقارب 42 قاذف ضد الدبابات في أسرع ما يمكن للجبهة السورية. لحظة العبور من اليأس إلى الرجاء، من الفشل إلى النجاح، نمحو عار الهزيمة اللي حصلت معانا في 67. قال الإسرائيليون عنها حرب 67 إنها حرب الأيام الست، وقال العالم عن حرب أكتوبر إنها حرب الساعات الست، حيث جبناهم في الأرض، جبناهم أرضا وهزمناهم هزيمة نكراء عمرهم ما ينسوها، وبيخشوا جدا لقاء الجند المصري وحتى الآن. يعني هحكي لكم حكاية يعني حقيقية. أنا كنت أيام حرب الاستنزاف أبص الخط بارليف اليهودي اللي عاملينه ده مكلف ملايين الجنيهات، كان عبارة عن مش خط، عبارة عن مصيبة قدام الواحد عالية من الصعب جدا إنك تطلع لها، ومش معقول هتقدر تخترقها. وكان الروس معانا أو المستشارين الروس يقولوا لنا هتهجموا إزاي؟ أنتوا مش هتهجموا، يعني إذا حاولتوا تهاجموا ده قلعة، هتطلعوا إزاي والقناة بتتملي نيران يعني ساعة الهجوم، فكل عساكرك هتموت، تقريبا هتخسر 50% من قواتك. أمريكا سمعت هذا الكلام وعارفة هذا الكلام، فشجعتنا أو شجعت السادات على إنه يعمل عملية للحرب يعني أو يحارب، لأنها عارفة إنها هنخسر 50% من القوات وهنركع لأمريكا لما نخسر. حصل معجزة إن إحنا عبرنا القناة في 6 ساعات، ودمرنا خط بارليف الجزء الأولاني في 6 ساعات، كان معجزة من معجزات. دي معجزة إلهية أنا حبيت أقولها للناس عشان يعرفوا قدرة الله سبحانه وتعالى. الجنرال الروسي صراحة كلام يعني سمعته من حدا الشباب المسجل ومعطاني إياه، لكن كلام يعني فارغ. ما كانت القوة الكويتية مرتبطة الحالة عشان تبني خيام ولا تمهد ولا تسوي كيف. احنا من ضمن جيش، الجيش المصري موجود، واحنا بين الجيش الميداني الثاني، واحنا تبع الفرقة 16 ويسمح كيف يعني نبني خيام، وكيف الضابط عنده كذا، وعدد الكتيبة 1500 كاتب. يعني يمكن الكلام هذا يمكن قاعد بالوتيل هو حضرته، كنت سنة المستشارين دائما مكتبين بالوتيلات، ما يقولوا شوفون الجبل، وين احنا الجبهة؟ جبهة من فيه؟ زي ما شاف قالوا عبد المنعم خليل قائد الجيش شنو شارب القوة الكويتية؟ تشكر منه تاريخ 16 أكتوبر، ما قال القوة الكويتية هاربة ولا قال وين موجودة، كانت يقول يشكره تقدير الموقف الشي ذكر القوة الكويتية، وكان موقع بالمحيرات المرة الكبرى على جانب الهجوم من الجناح الأيمن، كل انت شاكر منه. السادات رحمة الله عليه شكر القوة الكويتية وقال للجنود المصريين أبي مثل الجندي الكويتي يا قبل جمال عبد الناصر كذلك. مين جاي هذا الجنرال الروسي جاعد بالمحطة الفضائية تحدث على كيفه؟ أول ما أنا وصلت للجيش الثاني يوم ما حصلت الثورة، توليت قيادة الجيش يوم 16، ما كانش في عندنا معلومات عن منطقة فايد، فافتكرت قائد الكتيبة الكويتي كنت أعرفه قبل كده، فطلبته في التليفون رد علي، اتبسطت قوي انه رد علي يعني، وقال لي الموقف ما فيش حاجه يعني كان كويس، وكلفته بعمل دوريات
ويبلغني اللي حصل، لكن حقيقة ضغط اليهودي عليهم كان خليهم ينسحبوا من هذه المنطقة. لكن أنا يعني بشكره لأنه حاول يعني ينفذ التعليمات اللي أديتها له، وتحية مني للكلات كل القوات الكويتية. 16 أكتوبر تقريبا اتصل قائد الجيش عبد المنعم خليل، كان هو قائد الجيش سابقا قبل سعد منصور، قال عاوز الرائد خالد انت منو؟ قلت انا فلان، فعرفني على طول، وعرفني لاني اشتركت في مسابقه الرمايه واعطاني هديه، وجانا في معسكرنا مره وزار المعسكر واعطاني هديه من مسابقه الرمايه، كنت انا من الفائزين في الجيش ثاني. قال الرائد خالد موجود؟ قلت له تفضل. قال يا خالد عاوز كم تكتون؟ اجابها في وضع ما قريب شويه في اختراق اسرائيلي بسيط، و انا راح اعود لقياده الجيش، وسعد مامون دخل المستشفى مصاب، وانا سوف اعود لقياده الجيش، فارجونا كم تكتون وبمعلومات. تكلف لحد الضباط مفرم دفرسوار وراكم شويه بيننا وبين حوالي 7 كيلو، في حاجه في شغلات في اختراق ما ندري. والله حددنا القوه كذا حدود كتيبتين شيء، اخذنا ساعتين 3 ساعات وردينا. لقينا جنود مصريين بسياره مصريه مذبوحين على طريق المفرق ابو سلطان شوي، ورجعنا وبلغ اتصل قائد الكتيبه، بلغ اللواء شو اسمه عبد المنعم خليل انه ضابط فلان فلان كشف المنطق، وانه يقول القوه بتعدل اكثر من كتيبه. استغرب ان الامر انه اكثر من كتيبه، استغرب قائد الجيش. جانا تلفون تاخذ المدفعين من مدافع الميم دالت على طريق مفرق ابو سلطان، استراح عند الاصول، عرفوا ان قوته بتخرج على طريق. فذهبت انا مدفعين اربع مدافع ميم دال صغيره 84، مدفعين مدفع كومبات عيار 120 الى الطريق الصحراوي، واحتلينا هناك ولقينا اخوان مصريين هناك. وبدت الساعة يمكن 9 على شكل حدود 9، طلعت أول دبابات الإسرائيلية طلعت من الدفرسوار خاطت ماسكة الخط الصحراوي تبي القاهرة على طريق استراحة أحمد أصمع. والله شافوا المدافع قدام ووقفوا، بنفس اللحظة طلع اللواء الضارب جاي من الإسماعيلي، جاي من طريق الإسماعيلي اللي هو يمكن بقيادة العميد مساعدة، والله ضيعت اسمه وأنا ما أدري حتى ما أدري هو، بس إنه لواء مدرع والتقى مع القوة الإسرائيلية ودمر تدمير النهاية قدامنا. استشهد قائد الكتيبة، استشهد بعض من قادة السرايا، واستشهد أركان الكتيبة، واستشهد مساعدة قائد الكتيبة، تصوب إصابات بليغة يعني إيه، وعدد من الأفراد، وصارت عندنا الإصابات كثيرة. طبعا استلمت القيادات الجيل الثاني من القاده ضباط ملازم اول استلموا، حتى انا كنت ملازم اول، استلمت قياده الكتيبه انا والرائد ملازم اول بعد نهار خلف رحمه الله عليه، استلمنا قياده الكتيبه. احنا نعتبر جيل ثاني يعني، احنا قاده، لان القاده اللي يقول قائد الكتيبه والرائد والنقيب وانقاب اثنين وملازم اول كلهم استشهدوا. فبعد استشهاد الكتيبة واستشهاد الضباط تجمع الكتيبة، تفقدنا الكتيبة وقدنا الكتيبة. ترى احنا خلال موقعنا هذا معنا مصريين كثير، احنا مع جبهة مصرية، فدمرت كل الجبهة المصرية والكويتية ما في. وصلنا خبر استشهادا، كان فعلا خبر صاعقة بالنسبة لنا، ونحن أصلا يعني يوم كنا صغار لا نعلم المهمة اللي ذاهب لها الوالد في مصر. فخبر استشهاده كان خبر لا يعني تحس كأنه حلم، يعني صعب انك انت بسن 8 سنوات وعندك اخوات بسن 6 سنوات وال5 سنوات يفقدون والدهم فجأة من غير سابق اذن. فنحن كنا صغار يعني، فلذلك تحس ان فراق الوالد عن العائلة في الفترة هذه وبالعمر اللي احنا فيه وقتها كنا صغار جدا، فأثر علينا كثيرا يعني، خاصة ان اللي
رعانا وقتها كان جدي تولى رعايتنا، وبعد وفاته كان خالي بحكم إنه ما عندنا عمام ولا عمات، ما في أحد يعني الوحيد. فأخواني كان يعني عمرهم ليس كبيرة جدا، يعني 18 سنة وقتها، 19 سنة أخواني الكبار، وما زالوا كان في وقتها في الدراسة. آخر مرة كان سنة 73، فكان وهو طالع ذيك السنة كنت أنا أدرس برابع ابتدائي، وكان عندي دور ثاني في رابع ابتدائي، أخذت يعني دور ثاني. فوأنا طالع يعني قال شد حيلك أنا رايح لمصر، وعاوز لما أرجع أجيك تكون ناجح في ومعدي المادة هذه. فقلت له إن شاء الله، راح منها وما رجعش. وكان اللواء سعد مأمون رحمه الله عليه كان قائد القوات المخصصه للقضاء على الثغره، كان اسمها ضمن الخطه اسمها الخطه شامل، والخطه شامل المعدله. هذه الخطه اللي هي جمعنا القوات غرب القناه بالكامل وحصرنا الثغره وكانت جاهزه للتقطيع، وعندما تيقنوا وتاكدوا ان احنا جادين في القضاء على الثغره تم انسحبوا. سؤال، هل كانت هذه الثغره تمثل أي ميزة تكتيكية أو تعبوية أو استراتيجية لإسرائيل؟ والله لو كان لها أي ميزة ما كانوا انسحبوا ولا سنتيمتر. متى كانت تنسحب إسرائيل من أرض احتلتها؟ متى كان؟ ولكن تيقنوا أن هذه القوات محكوم عليها بالإعدام. ولذلك أقول لكل من يشكك في الثغرة وفي جدواها، أسأله سؤال، هل إسرائيل اختخلت عن سنتيمتر من أرض احتلتها؟ لماذا؟ لأنها لا تحقق. أنا كنت بدرس في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 80 81، والجنرال أفراهام آدن الذي كان يقاتل أمامي بقواته في الثغرة وفي هذه المنطقة مؤلف كتاب اسمه On the Banks of the South. هذا الكتاب حاطط فيه خريطة بيقول وضع القوات الإسرائيلية يوم 22 أكتوبر اللي هو يوم وقف إطلاق النار، 40 كيلومتر غرب قناة السويس منطقة الدفرسوار فقط لا غير. وهذه قوة محكوم عليها بالإعدام، موجود فيها إيه؟ ولا أخفى عليك أن صدرت الأوامر إلى شارون، كان موجود في هذه اللي في جوه هذه المنطقة، صدرت إليه الأوامر بالارتداد والعودة عشان يوسع رأس الكوبري من اتجاه الشرق وفي هذه المنطقة في هذا التوقيت، لأن كان محكوم عليه بالإعدام وبيقولوا له ارجع. لكن قرار وقف إطلاق النار كان صدر والتزمنا بقرار وقف إطلاق النار، ولكن الجانب الآخر لم يلتزم بقرار وقف إطلاق النار. لماذا؟ لأن عرف أن المرحلة القادمة هي مرحلة التفاوض، سوف يجلس على طاولة المفاوضات، والجلوس على طاولة المفاوضات القوة بتاعته هي بيعكس القوة اللي موجودة على إيه؟ على الأرض. وبالتالي هذا الموقف لا يحقق ليه اي ميزه. قال ايه؟ انا عايز ميزه عشان لما اقعد اتفاوض يبقى في ايدي حاجه افاوض المصريين عليها. ايه الميزه؟ قال لك استولي على مدينه الاسماعيليه. طلع مدينه شمالا فوق مدينه الاسماعيليه شمالا، اتورط في معركه ابو عطوه والدبابات بتاعته انضربت ووقف ورجع تاني معركه ابو عطوه اللي هي بتاعه المجموعه 139. ثم لما رجع ايه؟ قال لك هاخد ميزه ثانيه ان انا اقدر اوصل لمدينه السويس واخدها افاوض بيها واكسب بيها نصر اعلامي. ولذلك اتجه جنوبا وهجم السويس 3 مرات خلال مده اطلاق النار، يوم 22 اكتوبر و23 اكتوبر و25 اكتوبر، 3 مرات يحاول الاستيلاء على مدينه السويس عشان يساوم عليها لما يقعد على طاوله المفاوضات ويكسب نصر اعلامي، ولم يتمكن. ولما عند هنا قال لك طب حصل الجيش الثالث بقى، كمل لحد الادبيه علشان يقفل من الغرب اتجاه الغرب على الجيش الثالث، وكنا محاصر من جميع الاتجاهات. ولذلك الثغرة كان محكوما عليها بالإعدام. وكل من وأنا بقول لحضرتك، أنا من يوم أول يوم في الثغرة وأنا معاصرها ومعاص في الميدان فوق جبل شبراويت والجزر الحمراء بنضارة الميدان يوم 16 أكتوبر الصبح اللي هي مع أول دبابات، كنت فوق جبل شبراويت وببص بالنضارة عليهم في مطار الدفرسوار، وكانوش لسه ظهروا لأنهم اختفوا في الدشم بتاعت الطيارات في البداية. بعدها بثلاث أربع ساعات ابتدوا يهاجموا كتائب الصواريخ عشان يفتحوا ثغرة في كتائب الصواريخ، ولكن اتحصروا وتم حصارهم وتم تدميرهم. لماذا انسحبوا؟ السؤال، لماذا انسحبوا من ثغرة الدفرسوار؟ لأنهم لا تمثل لهم أي ميزة
تكتيكية أو استعبوية أو استراتيجية. صدر قرار وقف إطلاق النار، والتزم معه الرئيس المصري أنور السادات، ولم يلتزم بهذا القرار الرئيس السوري حافظ الأسد الذي استمر في الأعمال القتالية المحدودة. طائرات الهوكر هنتر طائرة مقاتلة قصف جو أرض، وذهبت إلى جمهورية مصر العربية مباشرة في أكتوبر 1973. كانت مهمتها مساندة القوات الجوية المصرية، وبالفعل قادرت الكويت في يوم وقف إطلاق النار. أتذكر مجموعة من الطيارين كان على رأسهم قائد السرب النقيب المرحوم عبد اللطيف دعيج، ومساعده الملازم سامي الجري، ومجموعة أخرى من الطيارين اللي كانوا معهم، منهم الملازم أول يوسف ضويان العتيبي، والملازم أول فيصل مساعد العجيل، والمرحوم الشيخ نايف جابر الأحمد الصباح، والمرحوم عدنان القحطاني، والمرحوم بدر القيث. هذه المجموعة من الطيارين اللي كانت متواجدة مع السرب، إضافة إلى 50 فني بقيادة الرائد جاسم السليم. طبعاً توجهوا إلى مصر في يوم وقف إطلاق النار، ووصلوا إلى جمهورية مصر في نفس اليوم. بعد وصولهم انتقلوا من قاعدة القويسنة إلى قاعدة أخرى بسبب وجود عطب في ممرات الطيران، إلى أن انتهوا في قاعدة ثالثة اللي هي قاعدة حلوان الجوية. كانت مهمتهم كما قلت أنها مساعدة الأخوة في القوات الجوية المصرية، وخصوصاً أن بعد وقف إطلاق النار كان الوضع متأزم وما كانت الأمور مستقرة، وتطلب من الإخوان في السرب اللوكر هنتر اللي كان يسمى سرب الدعم أن يستمر في التدريب مع القوات المصرية لمدة 6 أشهر، لحين عودته إلى الكويت بعد قضاء تقريباً 6 أشهر في جمهورية مصر العربية. الكويت بعت لنا سرب لايتنينج وكان موجود في مطار حلوان وحارب معانا الكويتة. هو ده العرف اللي احنا عايشين عليه طول العمر، مش بس كده، ده من ايام سيدنا نوح، يعني لما حصل ان في الميه قلت في فلسطين، وجه ابنه حام وابنه مصرايم وجوه من اوط مصر، ان مصر كانت فيها الخير. فطول عمرنا عايشين كده في الأمة العربية، ومش هيحصل في المستقبل إن أي دولة عربية يحصل فيها أزمة، لابد إن كل الدول العربية هتكون واقفة معاها. كوني ركن دروع في ذاك الوقت في رأس نار كان عام، كنت أقترح كتيبة اللي يقودها الأخ سالم تركي الفرج إنه يكون القائد. أي بعد الأخ عبد الله فراج طلب مني إني أراجع رئيس الأركان الشيخ مبارك الله يرحمه، فقال لي أنت مكلف بالقيادة. جتني فكرة أن لازم يكون قوة متوازنة أساسها الدروع، إنما لازم تكون متوازنة قادرة على القتال نسبيا على انفراد. بعدها بيوم حضر الله يرحمه الشيخ سعد الأمير الوالد، كان وزير دفاع في ذلك الوقت، وطلبت الاجتماع، وصار طبعا حديث نفسه يعني اللي تكرر، انه كيف القائد يحب ينفذ المهمه. فشرحت انا الحقيقه اني مهما كان حجم القوه يجب ان يكون فيها توازن متكامله. فالله يرحمه الشيخ سعد اكد ان متطلبات القائد تنفذ. المرحلة الأولى اللي هو كان قائد القوة اللي هو المقدم علي المومن، وكنت أنا من ضمن المجموعة اللي راحت. إحنا أول مرة نبي نروح كاستطلاع لسوريا، هذه الدفعة أولى لكي نعرف مواقعنا والأماكن المحددة لنا فيها. النقل صراحة تحركات القوات من معسكر المقاوير إلى الأراضي السورية أرض المعركة هناك شوية خذالة 3 مراحل. المرحلة الأولى اللي هو عن طريق الأرتال العسكرية، اللي هو طريق الآليات
ومشت. والطريقة الثانية اللي هو طريقة المجنزرات اللي حملناها على قطارات من البصرة إلى بغداد، ومن بغداد عن طريق الجنازير إلى معسكر الرمادي. أما وحدات المشاة فتم نقلها عن طريق C-130 طيارات العسكرية الكويتية اللي هو عن طريق الجو. أثناء تواجدنا في معسكر الورار تم تحريك الآليات والرتل على وقفات. أثناء مسيرنا في الطريق تعرضت إحدى الآليات العسكرية إلى انقلاب. أثناء انقلاب طبعا انقلبت الآلية، وخلف الآلية كان يوجد المشاغل العسكرية والأسعافات. رجعنا للعسكرية وشفنا العسكرية منقلبة، وكان العسكري متواجدين داخل العسكرية داخل الآلية. فقلبنا الآلية وعديناها، وأثناء كان العسكري متواجد مع بندقيته، ماسك بندقيته وهو يصيح أنا مستعد وما فيني شيء، يعني دلالة على الإصرار والعزم على أنهم يحاولون أنهم يروحون إلى الجبهة. وأثناء تفقده وجد أنه مكسورة رجله، مكسورة إيده، فطلبنا أن للعودة إلى الكويت ليعالج من إصابته. بعد مسير الرتل إلى الجبهة السورية وصلنا إلى سوريا في منطقة السيدة زينة. السيدة زينة تجمعت القوات هناك ومكثت أسبوع لاحتلال المواقع العسكرية. بعد استطلاع المواقع تم تشكيل السرية على 4 مواقع، وذلك الواجب السرية حماية الإدارة والقيادة والإمداد. كانت عندنا دباباتنا هذه دبابة إنجليزية فكرس بالإنجليزي، لكن الكويت سمتها الجهراء بعد ما جت من بريطانيا. حقيقة دبابة جيدة وسلاح جيد وأجهزة جيدة فيها وفيها خفة الحركة، أفضل ما فيها خفة الحركة وسلاحها وخفة الحركة للمناورة، تنقل من موقع لموقع. هذه أفضل دبابة تقدر تناور وتقدر تقاتل بأي مكان. مدفع الهاون كان في 73 يعتبر من الأسلحة الحديثة اللي دشت على الجيش الكويتي، دشت على الجيش الكويتي خاصة من ناحية السلاح المدفعية، المدفع 155 فا 3، وبعدين مدفع الهاون اللي سريتنا تعرف سريتي، هات كانت من المدافع الحديثة، الهاونات الحديثة تختلف عن بقية الهاونات العسكرية اللي معمول فيها، ليش؟ أن هذا الهاون شوية من نوع العيار الثقيل، ويقدر عكس بقية الهاونات خفيفة يمكن الأفراد يقدرون يشيلونها. مدفع عيار الهاون عيار 120 مليمتر ويرمي قذائف متعددة عكس بقية الهاونات. فأكو ميزتين أساسيتين في الهاون اللي جعلته هو يتميز عن بقية الهاونات، وتقدر تعتبره كذلك مدفع ميداني، اللي هو عندنا القذيفة الصاروخية، وهذه صراحة يعني شوية حتى عند الإسرائيليين كان يفتكرون أن القوات الكويتية ترميهم بصواريخ. هذه القذيفة حال ما ترميها يتغادر فوهة السبطانة، بعد 10 ثواني تشوف أن المحرك الصاروخي اشتغل ويعطيها دفعة إضافية. وكان الهاون هذا الميزته أنه بقية الهاونات اللي هي تقريباً ما تعدى 5-8 بالكبير، يعني بالكثير تأخذها 8 كيلو، ولكن هذا مع الدافع الصاروخ تأخذ لها مدى 14 كيلو، وبدون هذا بدون استخدام هذا الصاروخ فمداها 8.5 كيلو. فهذا أعطى ميزة
حق الهاون هذا الحديث ان احنا نقدر نرمي القوات الإسرائيلية بدون ما تكتشفنا. فهذه واحدة من الميزات. الميزة واحدة أهم بعد كذلك ورئيسية اللي هو الهاون جميعها تطلع تقريبا قوسي في هذا الشكل. هو لا تقدر تطلع قوسي زيادة عن اللزوم زين، وبحيث انه تقدر تسقط بدون اكتشاف الرادار. فهذه الميزتين يعني اللي هما صراحة ميزة الهاون 120. أول شيء ما قدر العدو الدول الإسرائيلية يكتشفها بذيك السرعة، بعدين عندنا القذيفة، وبعدين عندنا السمت أو الارتفاع الرماية الغير قوسية للهاون. المدفعية الكويتية لو مهما كان أنا راح أتكلم عنها ما راح أعطيها حقها، وإذا تكلمت عنها شهادتي مجروحة. ليش؟ لأني أحد منتسبيها، وإذا أنا أحد منتسبيها راح تكون شهادتي مجروحة فيها. المدفعية يعني بصراحة في هذاك الوقت أدت يعني واجبها وأكثر من الواجب اللي هو تكلفت فيه. أبردين إذا قلنا إحنا مدفع 155 مليمتر ذاتي حركة، هذا المدفع له سبطانة طويلة. السبطانة الطويلة ذي فيها كابح فوهة من آخر السبطانة الطويلة هذه. الكابح هذا فيه له فتحات، فتحتين يمين فتحتين شمال وفتحة من الأمام، يعني خمس فتحات فيه. هذا المدفع كان إذا رمى بالليل خاصة، والمعركة هي دائرة ليل نهار ما في لها وقت معين مستمرة، فهني هذا المدفع يوم يطلع المغذوف منه يطلع منه لهب، يطلع منه نار مع الفتحات هذه الجانبية. عندما يكون يرمي هذا المدفع تلقى الإخوان السوريين يطلعون، عساكر ضباط صف المدنيين الشغالين يطلعون يشوفون، بس يطالعون شلون النار هاي تطلع من هذا المدفع. أطلقوا عليه كلمة أبردين وغنوا عليه أغنى يا أبردين يا بردانة وكذا وكذا إلى آخره. هذا يعني لحد ما إحنا كنا في الحشوات الدافعة هذه اللي نحطها وراء المغذوف، نحطها وراء المغذوف فيها شنو يحرق زيادة، كنا نشيله بكياس وننحذفه عشان لا يطلع اللهب هذا من الفوهات هذه اللي هي طبعا يطلع منها اللهب على اليمين وعلى الشمال ومن الأمام. فكل هذا وظل يطلع منه أثناء الليل وأثناء الظلام يطلع منه اللهب هذا، وأطلقوا عليه اسمه بردين. فتمكنت إسرائيل من رد القوات السورية عن هضبة الجولان وزحفت باتجاه دمشق، وتم ردها بحزم حيث تطورت وأصبحت حرب استنزاف. حسب ما قيل لي يعني من إخوان السوريين، ما ودي يعني أنا كمواطن كويتي يعني أتحدث عن قوة قتها وأضخم قدراتها وأضخم من أدائها، بس هذه حقيقة ما أذكرها أنا، أكدت لي بأكثر من مناسبة من قيادات السورية اللي كنا نعمل معاها. أتينا في فترة حرجة بالنسبة للهجوم الإسرائيلي، فكان وجودنا بالقطاع الشمالي حقيقة ضروري لردع الهجوم الإسرائيلي. وربما كثير من إخواننا السوريين قالوا كان لكم دور مؤثر جدا على ربما وقف الامتداد الإسرائيلي باتجاه دمشق. ربما قالوا كلمات أكبر من كذي من صالح القوى الكويتية، بس ودي أكتفي إن كان لنا دور رادع. طبعا وردت لي معلومات استخبارية منها من الكويت بالصدفة يعني، إن الإسرائيليين اكتشفوا في سلاح غريب بالقطاع الشمالي. طبعا فهمت أنا إن المقصود المدفعية الكويتية،
والهاونات الكويتية وقاذفات الصواريخ ضد هذا والدباباتنا ودروعنا كلها غريبة على الجبهة السورية، لأن كنا الوحيدين يعني باستثناء أخواننا السعوديين تسليحنا غربي، فوجودنا كان واضح هو تعبير سلاح غريب بالجبهة بالقطاع الشمالي مقصود القوة الكويتية. فإحنا موقع السرية الهاون كان في الأساس هو موقع إسرائيلي استحلته إسرائيل في حرب 67. فبعد ما انتهت حرب 67 انسحبت القوات الإسرائيلية، بس في ذاك الوقت كان الإسرائيليين مستحلين هذا الموقع ومجهزين لشان مستغلين الطبيعة، لشان الجبل هذا نازل كذي وتشوف دمشق قدامك على طول، لأن فهو هذا اللي كانت تحت سيطرتهم، كان حافرينه ومسوين في غرفة، وصراحة غرفة خوش غرفة يعني إحنا استخدمناها كمنام حقنا. فاليومين إحنا حق 73 في حرب 73 استخدمناها كقيادة حق السرية. الشيء المهم اللي حب أبرزها فيها إن في غرفتنا إحنا قاعدين فيها في نتوء صخري طالع، فيو الأفراد يبي يزيحون هذا الصخرة هذا كذي عشان حق يصير فيها مكان يصير خوش حماية حقهم. فعلا يو حركوا إلا لقيناه هذا مقبرة حق الإسرائيليين أو ضحايا من إسرائيل اللي اقتلوا في سنة 67. فمع هذا الأفراد خلوا واستخدموا كخندق حماية، يعني حتى على حسب علم يمكن قعدوا داخل هذا الخندق 12 يوم. فشوف سبحان الله في الحروب شلون ما تقول والله هذا قبر، خلنا واخر أنا كان حبك حق حماية نفسك أنك تستخدمه. فأنا الحقيقة هم خضيت خطة وربما كان شوية له تأثير باختلاف بالرأي مع الأخ مصطفى طلاس، إن قمت أحرك بقدر الإمكان عندي المغاوير كوحدات مشاة إن أوفر حماية للمدفعية الكويتية والهاونات الكويتية، لأن أكثر من اشتبك هي وهي تكون مستهدفة. العدو لما يعرف أقواس رميك ويصير عنده أجهزة رصد يعرف مواقعك ومن ثم راح يرد علي نيرانك، أو هذا ما يهم لأن المدفعيتنا عندنا نظام التحرك وتغيير المواقع، فهذه معالجتها بسيطة. المعالجة الأخرى كنت خوف منها انهزال الجوي على قواتي بالأخص المدفعية والهاونات، لأن أو إرسال دوريات مقاتلة، فوجدت من الضروري أوفر لهم الحماية من القوات الأخرى المدرعة والمغاوير. بس إذا صار عملية فصل جزء من قواتي إلى موقع آخر لابد أوفر للحماية بدون تحريك. فدائما قائد الفرقة كان لما يبدأ اشتباك دائما يطلب من القوة الكويتية مش بدأ الاشتباك هذا، فأنا أعرف كقائد قوة إن راح اشتبك، فهذه تعطيني وقت لأخذ احتياطات الدفاعية لقوتي ولأفرادي. السوريين طلبوا من قائد اللواء إنه يشارك بالمدفعية الميدان اللي حنا نقول له بوردين، هذا مدفع فرنسي. الحقيقة هذا المدفع أبرز القوة الكويتية، وحنا فرحنا في العمل اللي أجروا فيه. طبعا يشكرون الضباط الرصد اللي بالمقدمة وضباط الرصد الخلفيين اللي عند المدفعية. الحقيقة طلع شيء جيد، المدفع مجموعة المدافع اللي عطوها للرماية كانت جيدة ورفعت رؤوسنا حنا بالجبهة، وجاء شكر من قائد الفرقة الثالثة للمدفعية وللقوات الكويتية
في هذا الحقيقة فرحنا حنا في هذا الموضوع. في أحد الأيام هذه تكررت أكثر من مرة، بس هذه أذكر حادثة وحادثين. سعد الدين عقل آمر اللواء جاري كان مرسل دوريات مقاتلة داخل خطوط إسرائيلية. اللي حصل بعد عودتهم طوقوهم الإسرائيليين، اتصل فيني قال لي انقذني، انقذ أرواح. فكلفت الهاونات بقصف القوات الإسرائيلية اللي تلاحق قوات السورية اللي تابعة اللواء قيادة سعد الدين عقلة، وانقذنا الدوريات السورية وانسحبت إلى مواقعها. فكان عندي صديق سبق وخدم على الجبهة المصرية، قلت له ايش تتوقع الإسرائيليين متى يردون على نيران أو على وحدتنا؟ أكيد صدوا القصف ملعونات. قال لي ماكو، خلال نص ساعة يردون على نيرانك. قلت أوكي، زخبوا لي مدرعتي بتحرك لهم. تحركت لأقرب نقطة لهم والآن قاعد أشوف عيني مواقع تخصف. فالمهم صار وقف اطلاق النار، ولا أنا فوق رأس القائد. قلت له تعال شو صار عندك؟ قال لي أنا ما أدري لحد الآن. قلت له خلف على القوات. قلت سبحان الله، طبعا في حرائق عندي، آليات ما آليات، وإلا الحمد لله ما عندي. أنا كنت أعتبر إذا قتل عندي 15-20 أنا محظوظ ذاك اليوم. قال لي المهم لفينا الحمد لله، جريح جريحين. فالأفراد قالوا لي، قال لي والله يا سيدي كثر ما يقصفون علينا الخندق يضيق. طبعا في بعض الأيام يخرج بعض الضباط إلى إجازات ليوم أو ساعات معينة، فنستلم الموقع، موقع الشخص الذي يذهب في إجازة. أثناء استلامي موقع ملازم أحمد صميط، صدرت أوامر أن نكون في الملاجئ وفي المواقع لضرب الإسرائيليين من الفجر إلى الساعة 9 من الليل. كنت أثبت تواجدي مع القوات إما بالمرور روتيني أو إذا حصل أي اشتباك بأي موقع من مواقعنا. دائما أركز أني أتحرك بسرعة إذا ذاك الموقع، ما أقحم نفسي بالمعركة وحداتي بالضبط، إنما مجرد أطمئن أني أقدر أصل لهم أدخل. إن كان في اشتباك ما في اشتباك، بس طبعا لازم أخذ احتياطي. فأثبت تواجدي مع قواتي بعد كل أزمة أو بعد كل اشتباك، فحقيقة أنفس ترتاح أن قائدنا حاضر معانا وما شابه. فربما الصورة، أحد الصور اللي كنت أنا مر عليهم في قمة جبل، قرب قمة جبل الشيخ، هذه جماعة بطارية الهاونات. أنا زائر المغاوير عادة، أطلع للمدفعية أمر عليهم. فلميت نص الطريق قالت المدفعية الإسرائيلية جيتكم، وحنا سيارتنا نتفت أجزاء منها. المخذنا موقع تحت الأرض وكذا إلى أن انتهى القصف. فصارت مشكلة، وين القائد؟ أنا طلعت من وحدة إلى وحدة، كنت بالنص، ما حد ولا أقدر أتصل لأن سيارتي مضروبة وماخذ خندق وهذه. فالمهم يعني أنا حبيت أمر على قواتي مرة ثالثة أشوف شو اللي حصل. فقيادتي تسأل عني، قيادة الفرقة تسأل، وأنا مر على القوات. فصار إرباك كنر شو اللي حصل. بعد لما جيت القيادة الأخ عمر زايتر الله يرحمه قال لي أبو محمد أعلمك شيء، ترى القائد لازم يعود لقيادته أثناء القصف، لأن كذي إحنا ما ندري وين أنت. حقيقة في أعطونا أمر السوريين بالحركة في موقع ما لنا للدبابات بالذات. تحركت الدبابات، استلمت الموقع بنفس الليل
أعطونا الأمر بالليل، احتلينا الموقع بنفس الليل. بكرة بعد ما شفنا الموقع، الموقع غير قابل للقتال، قابل للقتال الدبابات. شنو السبب؟ السبب المستنقعات. السبب الثاني كبر حجم الحجر الموجود في الموقع. فطلبنا قائد اللواء، قلنا هذا لا يصلح لنا للقتال، نقتل ولا نقاتل. حنا جينا نقاتل ونقتل، لكن هذا لا يجوز لنا القتال فيه. نقتل ولا نقتل ولا نقاتل في هالجهة. بعد يوم يومين الحقيقة غيروا الموقع السوري لنا، أخذنا مواقع ثانية كان فيها مواقع جيدة لنا واحتلنا. لو تشوف يعني الوحداتنا وإحنا يعني قعدنا في موقعنا اللي احنا موقعنا سموته البرغالة، هذا تقريبا يبعد عن الجولان، عن هضبة الجولان يمكن 6 كيلو 8 كيلو يعني بهالحدود. زين، فهو جبل شويه مرتفع يعني حامينا من القصف المعاكس لما احنا نرمي على الاسرائيليين. زين، الاسرائيليين يرمونا لشان هذا الجبل واحنا يعني لاصقين فيه، وهذه الميزه قلت لك الهاون احنا استفدنا منها قاعدين فيه، ان الطلقات تجي بالخلف. فهذا موقعنا اللي احنا اخذناه. في شهر ديسمبر شهر 12 يعني هذا فصل الأمطار وفصل الثلوج في هضبة الجولان، فتقريبا ممكن على الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر نزل علينا الجليد يعني بكثافة، يعني الجليد نزل علينا بكثافة فغطى الأرض كلها. مثل ما تعرف احنا السيارات الذخيره كنا حافرين لها خنادق ومدششينها في هذه الخنادق، والافراد داشين في خنادقهم في خيمه هالشكل. فصار الصبح انا اضطريت فتحت باب الغرفه وطالع للارض، فهني قلت خلني اطلع السيايير بالذخيره قبل لا تنتلف. فمن رحت حق الافراد فرادت أبطل الخيمة قاع صحيم قوموا نحرك السيارة كذا. فصراحة واحد من الأفراد هذا اللي هو صراحة يعني كثر ما أنا مشتط وهذا خلاني أموت من الضحك. اللي بطلت كذي هو طلع وسوى شيء كان يقول لي يا سيدي وش هالأجل أبيض. فهذه يعني اللي ما شاف جود الثلج زين، وشاف الثلج تنازل علينا مثل الغبار وتروى الأغبار يا سيدي وش هالعجل أبيض. فهذه يعني من شوية طرائف اللي تونس يعني شوية، ولحد الحين ربما ترى إذا قعدوا يتداولونها. أنا حقيقة اتبعت أسلوب إن ربط كل ضباط الأركان في قيادة القوة مع مثلائهم في قيادة الفرقة، ودائما أشجعهم للتواجد بقيادة الفرقة ومشاركة النقاش والحديث معهم. هذه حقيقة تخدم القوة الكويتية. ليش؟ أول شيء يكونون يمثلون القوة في قيادة الفرقة في أداء الواجبات، زائد تبادل المعلومات، وتكون عندي معلومات أول بأول بما يدور في الجبهة. فطبعا هذا بما يتعلق بقيادة الفرقة. بما يتعلق بقيادة الألوية، الحقيقة دائما كان لي لقاءات مستمرة، إن كان لأغراض العمليات أو لمشاركة بالاشتباكات أو الحقيقة يعني تعارف عن قرب. يعني أعتقد بنينا علاقة، كسبنا فيها احترام قادة الألوية بالفرقة وقيادة كذا. وبالإضافة الحقيقة يعني ربما نص ارتقي إلى، وأتكلم عن القيادة السياسية مثلا
مصطفى طلاس كان وزير الدفاع في ذلك الوقت. وعلى ما أذكر كنت بعض أحيانا أحاول أدخل دمشق أرتاح شوية وأخذ لي شاور وكذا، فدائما يطلبني مصطفى طلاس يضيع علي الساعات اللي ينزل فيها دمشق، وكله يطالبني يسلم على الأخ شيخ سعد ونبي ذخائر، فالظاهر إن أكثر الناس نغصب، فدائما بحاجة للتزود بالذخائر، فدائما في كوني أنا قائد مجموعة مع هذا وزير الدفاع الأخ مصطفى طلاس كان يطلبني شخصي، واللي لقاءات طبعا مع حافظ الأسد في ذاك الوقت كان رئيس جمهورية، وأنا ربما أحترمك كضابط عسكري، وبعض قراراته كانت فيها كثير من الجسارة والشجاعة. ربما يعني أنا الأخ مصطفى في أعتقد مذكراته ذكر إن لما طلب مشاغلة قمة جبل الشيخ اكتشفت إن يعني حسوا إن ماكو سلاح بالجبهة في المدى، مدى الهاونات الكويتية كان أبعد هاون موجود بالجبهة، أبعد مدى، وهو الوحيد اللي ممكن يقصف قمة جبل الشيخ المرصد الإسرائيلي. فطلب من الأخ سالم إن ننقل المدافعنا الهاون إلى قمة جبل أو قرب قمة جبل الشيخ. في الحقيقة أنا كان لي رأي، معناها راح نفصل أحد وحداتي خارج موقع القوة، فما عندي وسيلة أدافع عنهم لو صار لهم شيء، يعني أهم سلاح إسناد قتالي، فيحتاج حماية من مشاة من دروع اللي يكون من ضمن موقع حقنا نحميه، وإلا يكون عرضة لتدخل العدو. فطلبت أني أنا أروح أستطلع، وفعلا هذا اللي حصل مع قائد البطارية، وذهبنا إلى عدة خيارات كيف نأخذ مواقع وكيف نستطيع الوصول إلى مصرد إسرائيلي على قمة جبل الشيخ، وفعلا وفر جزء من المغاول الكويتية، احتلت الموقع، ومن ثم حركنا الهاونات الكويتية واستمرينا في قصف مرصد إسرائيلي في قمة جبل الشيخ، واستمر هذا الكلام إلى أن عدنا إلى الكويت. الحمد لله يعني من الكويت، من القوات الكويتية راحت إلى أن وصلنا دمشق، وإلى أن توزعنا على الوحدات السورية. أول شيء كان السفارة الكويتية في دمشق، خاصة كان في ضابط الارتباط فاد اتصالاتنا دائما. لا ننسى من الناحية القيادة السياسية الله يرحمه الشيخ سعد رئيس الوزراء، كان ذاك الوقت هو وزير الدفاع ووزير الداخلية، فكان زياراته متواصلة، وكان بعد الله يرحمه رئيس مجلس الأمة في ذلك الوقت خالد غنيم، أن بعد وفد مجلس الأمة قام بزيارة الوحدات الكويتية. الشيخ مبارك تكرر زياراته لنا، والأخ عبد الله فراج كذلك زارنا أكثر من مرة، كلها لها علاقة إما فقط يعني للقاء القيادات السورية ورفع المعنويات القوات الكويتية، أو بعضها لمساعدتي بالتفاهم مع القيادات السورية على بعض أسلوبنا بالقتال. ولا ننسى بعد جمعية النفع العام، خاصة الجمعية النسائية، يعني حتى جو وراحوا وشافوا القوات الأمامية. وبعد كذلك عندنا زيارة الطلبة، طلبة الجامعة، ولو أنه كان زيارتهم شوية ما ساعدهم الطقس، الطقس كان المطر كان شوية شديد زين، وكان خلط بين شبان وشابات كذي، فجزاهم الله خير يعني انهم قالوا الا احنا نروح نشوف الخطوط الاماميه، الخطوط الاماميه اللي احنا اللي هي المدفع، سريه مدفع الهاون والمدفع 355. فاصروا يعني هذيل طلبه الجامعه زين بزياره، فعلا انا استقبلتهم. يعني كانت زيارات حتى الجمعيه الصحفيه بعد كذلك، الجمعيه الصحفيه زارونا وفي اشد القصف، يعني توهم بعدين يزورون الوحدات
اشتغلت عليهم المدفعية الإسرائيلية في ذاك الوقت. فكانت زيارات دائما متواصلة. كنا دائما نشعر بالسيطرة الجوية الإسرائيلية، عامل يشغلنا دائما. وفعلا حصل ان يعني اشتباكات جوية قرب مواقعنا وفقدان طائرات من طرفين. في كان نسبيا فترة الاشتباكات الجوية محدودة، فرجع حافظ الأسد، رئيس حافظ الأسد من موسكو، وكنا جالسين مع قائد القوات منهم قائد القوى الجوية، فذكر أن الإسرائيليين يحاولون يجذبون طيران الإسرائيلي السوري، طيران سوري لمعركة جوية، فما راح أعطيهم الفرصة. فرد عليه حافظ الأسد قال له باكر تشتبك جوا. توقفت الأعمال القتالية في يوم 31 من شهر مايو من العام 1974 على الجبهة السورية، وتم توقيع اتفاقية فصل القوات وفك الاشتباك. فصار قرار عودة القوات إلى الكويت. يعني الإخوان السوريين القيادة السورية مشكورين، يعني وجدوا من الضرورة توديع القوات الكويتية. عرض عسكري في مطار المزة اليوم جاء، أخذت الأمم المتحدة صوت القرار في 31/5/1974. بعدها تقريبا يمكن أقدر أقول لك 3 أسابيع على ما بدأت القوات الكويتية نرد نجمعها مرة ثانية تنسحب من الميدان. فهنا عمل لنا في مطار المزة عرض عسكري، حضر طبعا القيادة السياسية والقيادة العسكرية في سوريا وعلى رأسهم حافظ الأسد، وعملنا له عرض عسكري ومنح القوة الكويتية، منح وسام 26 حق جميع القوة الكويتية المشاركة، ومنح ضباط المدفعية وسام الشجاعة من الدرجة الأولى. لابد حتى كل عسكر الكويت يشارك بذاك الطابور بذاك المسير حتى يترفع رأسه. خلال فترة وجودنا أدينا المهمة، ربما تأثيره كان جيد على الدفاعات في المنطقة، احترام أخواننا السوريين لأدائنا، ووجود حافظ الأسد شخصيا على قمة المودعين لهذه القوة. بقينا في المعسكرات في المواقع الدفاعية في مصر حتى تاريخ عيد النصر الأول اللي هو تاريخ 6 أكتوبر 1974. شاركنا في هذا العيد في القوة كلها، كأمرنا الانسحاب وودعت القوة الكويتية من قبل أحمد إسماعيل علي وزير الدفاع، وحضرت القوة، وكان الرائد حمد سليمان شاهين الغانم يستعرض القوة مع وزير الدفاع، وحضر من الكويت عبد الله فراج الغانم وعدد من الضباط المشاركة في احتفال التوديع، وودعنا من قبل القيادة المصرية توديع حافل، وكان السفير الكويتي حمد عيسى الرقيب رحمة الله عليه موجود، وودعنا توديع كامل من قبل القيادة المصرية. وأقلعت أول طائرة من مصر إلى الكويت تاريخ 6 أكتوبر، وآخر طائرة تاريخ 12 أكتوبر، أنا كنت في آخر طيارة. وبقت تبقي من الوحدات الأليات الخفيفة أرسلت عن طريق بيروت وجت عن طريق البر. بعد انتهاء مهام السرب القتالية في جمهورية مصر العربية أقيم احتفال كبير لتكريم القوات الجوية الكويتية، وحضر هذا الاحتفال رئيس الأركان المصري في ذاك الوقت الجمصي أتذكر أعتقد، وأيضا كان حسني مبارك الرئيس، حسني مبارك ذاك الوقت كان قائد القوات الجوية المصرية، حضروا لتكريم السرب الدعم ولشكر القوات الجوية الكويتية لمشاركتها شقيقتها الكبرى جمهورية مصر العربية في هذا المجهود الذي كان يعني جزء
قليل وبسيط من الكويت نحو الشقيق الكبرى مصر. لكم يا أيها الشجعان منا تحية، تحية نصر لم يزل نهره يروينا، فيا ساقي العدو مر بنصرك، ولقنته درس الحروب بسينا، وصددت زحف العدو إلى دمشق بمدفع هدأ من روع الآمنين، فها نحن قد صغنا بطولاتكم فخرا، لعله يأتي بعدنا جيل يفخر فينا. أهداف عظيمة، تفاني قوات، التزام حقيقة بموضوع القضايا العربية والإسلامية، فيعني الطابور كان يمثل هذا الجانب. أنا كلفت بقيادة الطابور بالصدق، يعني تكليف ومنحنا أوسمة، وعلى ما أذكر أنا منحت وسام أعلى رتبتي بدرجة، فيعني كمية بالإضافة طبعا منحنا أوسمة من القيادات العربية كذلك، أنا من أعلم القوة منح وسام السوري رفيع، أنا كقائد قوة منحت أوسمة يعني تتناسب مع مهمتي، وكذلك إخوان المصريين منحوا قادتنا وضباطنا على جبهة المصرية من لواء اليرموك، فصار عملية تكريم من إخواننا المصريين والسوريين بالإضافة لتكريم دولتنا وقيادتنا. وفي الكويت تم عمل حفل كبير لاستقبال لواء اليرموك القادم من الجبهة المصرية وقوة الجهراء القادمة من الجولان السورية. استقبالنا بالكويت طبعا صار عودة القوات لواء اليرموك من مصر وقوة الجهراء الكويتية، فعمر الطابور باللواء 15 شمل القوتين، وبحضور الله يرحمه الشيخ صباح سالم الصباح قائدنا الأعلى في ذاك الوقت راعي الابتسامة، وكان حقيقة لوجوده ونظراته لنا كمشاركين مثلا الكويت فيها نوع من الرضا باعتقادي، وبوجود جميع القيادات السياسية الكويتية والقيادات طبعا العسكرية وضيوف من مصر وضيوف من سوريا إن كان عسكريين أو سياسيين، وأعتقد كان من أكبر حجم طوابير أقمناها بالكويت، ومشاركة جميع الأسلحة وجميع الوحدات وكل من شارك، فيعني الحقيقة مرة ثانية طابور يدل على الفخر والعزة، ويعني الله أخذ بيد هذه القوات لهدى مهامها. طبعا فقدنا شهداء عز علينا، وهؤلاء الناس حنا رهناء لهم لأدائهم لنتمتع بحريتنا، لتمتع باستقلال بلدنا، لافتخار شعبنا فيهم، فما كانت تضحياتهم هباء منثورا، إنما كانت لهم الشهادة، وهذا نعمة من الله، خدمة وطنهم وخدمة قضاياهم العربية والإسلامية. الله يرحمه ويغفر له كان الشهيد عبد الوهاب المزين، وكان مفصلين لي بدلة عسكرية البيت واللي بيشته، وكان ورحت يعني بس كنت صغير يعني حتى بس يعني، فكان في عرض عسكري و مثل اللي مرتبك وما تدري شنو السالفه وانت صغير يعني، وفجأة تلقى الشيخ الله يغفر له ويرحمه الشيخ صباح اللي قدامك، فتتعرف الشيخ صباح انت يعني، انت واحد صغير بس هم تعرف تشوفه بالمدرسة ومطالع بكل مكان يعني بالتلفزيون، فكان رحمة الله عليه كان يعني في عطف وحنية على الطفل اللي قاله وسلم عليه. ويتقدم الآن ابن الشهيد علي ابن الشهيد النقيب علي النصار، ويتفضل سموه حفظه الله ويقبل ابنه
ويسلمه الوسام الممنوح إلى والده. وكان النقيب علي النصار من مغاوير لواء اليرموك، وقد استشهد أثناء تأدية الواجب على جبهة قناة السويس. نأمل أن نحصل على شرف الشهادة مثل ما حصل عليه الوالد الله يرحمه، فنحن لن نبخل على وطننا ولا الوطن العربي والإسلامي في أي نقطة من دمائنا، وسوف نكون وحدة عربية إسلامية كما عاهدونا الدول العربية والدول الشقيقة. إن الكويت دائما سباقة في هذا المجال، وما زلنا سباقين، وسوف نستمر في هذا المجال بسياستنا وسياسة قائدنا السياسة الحكيمة لقائد الكويت الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه ولعهده الأمين. أكيد أبناء الشهداء يشعرون نفس الشعور، إنه يحسون البلد بلدهم، يعني دمنا ساح في الأراضي المصرية، فما ساح الدم على الأراضي المصرية إلا أننا نعتبر مصر بلدنا، حتى لو كنا يعني أصحاب جنسية أخرى، لكن الإحساس الداخلي إحساس أن البلد بلدنا. لو تعاملنا كسياح أو كأجانب من الشعب المصري، لكن إحنا لا، الإحساس هذا مش إحساس أن إحنا جايين سياح، إن إحساسنا أصحاب بلد، زينا زي المصري، زينا زي أي واحد من الشعب المصري. والكويت قامت بواجب كبير، شاركنا في جبهات القتال المختلفة في مصر وفي سوريا، وشاركنا زملاء من قادة تلك الجيوش، شاركنا معاهم واستشهد، قدمنا شهداء، قدمت الكويت شهداء من ضباط بما فيهم قادة وأفراد ضباط صف. أنا بفتخر جدا بأن أنا عربي، بفتخر جدا بانتمائي للعالم العربي، العالم العربي المشرف. إن هذا الوطن أخذ على عاتقه أن يكون في المقدمة في سبيل تنفيذ الالتزامات نحو القضايا العربية ولخص قضية فلسطين، وكان مشاركتنا نسبة لسكان الكويت، يعني لما تضع 6,000 من حجم جيش الكويتي على جبهات نسبة لعدد السكان يعتبر نسبة كبيرة جدا جدا جدا. بحيي كل جندي وضابط وكل الشعب العربي اللي اشترك معانا في كل حروب مصر المعاصرة. مات منا شهداء، في شهداء لهم عندنا في مصر، وفي لنا شهداء في أراضيهم كلها. دم الشهداء هناك وهنا هي اللي ربط فينا حب هذه الأرض، هو حب الوطن يعني، وحب الدول العربية كلها، وأنا بعتبرهم جميعا شركاء لنا في الحب والحرب. تحية لهم جميعا. إن الكويت كانت وما زالت جزءا لا يتجزأ من التراب العربي الأصيل، شامخة رايتها، مسخرة أبناءها وأموالها، ولا تدخر جهدا للدفاع عن قضايا أمتها العربية المجيدة في كل المحافل. سنة إخواننا في الكويت إنه كل شيء بيتم بيننا في هدوء وفي سكون، يبيد أي إعلان. ونستذكر بهذا المقام إخوة لنا ضحوا بأرواحهم الغالية من أجل وحدة التراب العربي واسترداد أراضيه المغتصبة، ونحن نفخر لانتمائنا لهم كما تفخر الكويت بهم. رحم الله شهداءنا وشهداء أمتنا العربية والإسلامية. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم.